المنبر اذاعه الديون اف ام لكي اتوجه بنداء حار للسيد الرئيس الجمهوري. احنا الاحزاب تعمل بالنداءات، تعمل بالبيانات، تعمل بالاجتماعات، تعمل بوسائل الضغط السياسيه السلميه والقانونيه، واستغل اتوجه بنداء للسيد رئيس الجمهوريه بنقول له تاخرت كثيرا في وضع حد لحاله الاستثناء، تاخرت كثيرا في فتح باب الحوار مع السياسيين والنقابيين والحقوقيين والاعلاميين وغيرهم. الان حان الوقت باش بلادنا تحدد بوصلتها وتعرف الخطوات اللي عليها ان تقطعها لاعاده العمل بالدستور للعوده. شنو اللي تراوه عاجل اليوم سيد عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري؟ خريطه الطريق الغير موجوده بالنسبه لكم اليوم، والبوصله ربما الغير محدده اليوم حسب رايكم بطبيعه في توجه رئيس الجمهوريه او ما يقوم به رئيس الجمهوريه اليوم، ما هو الحارق ربما الذي تحدثتم فيه في لقائكم مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل؟ ما هي الاولويات اليوم لتونس؟ أولى الأولويات اللي تحدثنا فيها مع السيد أمين العام للاتحاد لينا كأحزاب، ولكن أعتقد أن لكل التونسيين وللداخل والخارج اليوم هو تكوين حكومة للنقاط الوطني. مش ممكن بلادنا على قرب 60 يوم دون حكومة. القصبة مغلقة، مغلقة بالقتال. هذا لم يحدث في الدولة التونسية حتى في عهد الدولة الحصرية. هذا غير مقبول. بلادنا عندها ملفات حارقة، عندها استحقاقات، أزمة اقتصادية خانقة، تم احتلال في المالية العمومية، عندنا ديون الدولة محمول عليها تسديدها في الأشهر القليلة القادمة، عندنا عديد الملفات العالقة لا يمكن للإدارة التونسية أن تستمر على هذه الحالة. وهناك خوف من أن يصيب الشلل كل هياكل الدولة التونسية، وبالتالي أولى الأولويات اليوم هو تكوين حكومة، وحكومة للتونسيين جميعا، ليس حكومة الرئيس. رئيس الجمهورية اليوم نعم هو الذي بيده المبادرة وبيده السلطة، هو الذي يفتح المشاورات ويسمي من يتم الاتفاق على أنه الأكثر كفاءة واستقلالية وقدرة على قيادة السفينة وقيادة السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة. هذه أولى الأولويات. ثاني الأولويات هو الإعلان على وضع حد لحالة الاستثناء اللي طالت أكثر من اللزوم. راهو الفصل 80 اللي السيد رئيس الجمهورية انطلق منه يطلب منه بصريح العبارة اتخاذ التدابير الاستثنائية لضمان عودة دواليب الدولة للسير العادي. يعني علينا أن نعود للسير العادي لدواليب الدولة. الاستثناء هذا طال أكثر من اللازم، والثمن نتاعو بدا يولي باهظ على مستوى الحريات، على مستوى الحقوق، ولكن أيضا على مستوى الحياة اليومية للمواطنين. لكن تراو في غلاء الأسعار، في المعيشة، في القضايا الكل، لابد أن توجهها الدولة بمؤسسات. نعم الوضع قبل 25 جويلية كان كارثيا، كان وضع منظومة سابقة قادت البلاد إلى أزمة غير مسبوقة، وكان لابد من وضع حد لذلك ولابد من إصلاح الأوضاع. لكن إصلاح الأوضاع، وأشدد على هذه الكلمة، وليس هدم البيت على السكنيه اللي قاعدين نراه فيه اليوم، أصبح مصدرا لتعطيل دواليب عمل مؤسسة الدولة.